الأصدقاء، الأخوة، الرفاق، مساءكم سعيد ويومكم جميل. نرحب بكم في هذا المساء في ندوة حوارية نسلط الضوء على جانب مهم جدا في حياة كل إنسان، كل فرد على الجزيرة، من الولادة حتى النهاية. موضوعنا اليوم هو الضمان الصحي، ما له وما عليه، هل هو حديقة متنوعة الثمار والأزهار من الخدمات الصحية سهلة الوصول، رخيصة وممتازة، عالية الجودة، أو نفق لا ندري ما هو نهايته، هل نصطدم، هل نواجه صدمة؟ طبعا خدمات ذات جودة عالية تحتاج إلى جهد كبير ونوعية خاصة من العمل الدؤوب. هل هو حقا نقلة نوعية تاريخية، ولا أين تأخذنا هذه النقلة؟ خدمات تضاهي الأمم المتحضرة، من المستفيد من هذا المشروع؟ الحكومة، المواطن، شركات تأمين؟ دعونا نستمع إلى كل من الرفيق الأستاذ عبد الله جناحي، عضو جمعية الاقتصاديين، عضو جمعية الشفافية، عضو جمعية مقاومة التطبيع، لديه الكثير من الإصدارات، منها الكتلة التاريخية، الاقتصاد الريعي ومقاومات الدولة الديمقراطية، تقليل أيام وساعات العمل، اختيار استراتيجي، لعبة الاختراق، وطبعا كما تعرفون هو ناشط سياسي، وبعد الرفيق يحيى، عضو المنبر التقدمي، عضو مجلس إدارة نقابة التأمين، زميل معهد التأمين القانون البريطاني. فليتفضل رفيق عبد الله. شكرا دكتور، أسعد الله مساءكم جميعا. طبعا في البداية واجب علينا نتقدم بالشكر للتيار الديمقراطي ولجمعيتي التقدم والقومي على دعوتهم أن أشارك في هذه الندوة. طبعا هاي الورقة مع الأخ يحيى قدمناها في مايو 2017 في جمعية وعد قبل ما يعني يتم حلها، ولكن كان في ذيك الفترة القانون لم يصدر بعد، كان مجرد مشروع. وفي 17 إبريل طبعا تم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس النواب ورفع إلى مجلس الشورى. أنا عندي يعني ورقتي فيه مجموعة من الملاحظات على القانون، ونؤكد على مجموعة من المفاهيم الأساسية لفكرة الأنظمة الصح، الضمان الصحي أو التأمين الصحي. فلسفة النظام الصحي تقريبا شبيهة بفلسفة التأمين الاجتماعي أو التقاعد، إن المواطن يدفع اشتراك رسم شهري أو سنوي مقابل أن يحصل على خدمات، سواء إصابات العمل هناك، هني أيضا خدمات علاجية وخدمات العلاج أو الأدوية. الفلسفة هذه اللي يأكدون عليها على الأقل المدرسة الرأسمالية، بأن الهدف أو المهم من الهدف من التأمين الصحي أو الضمان الصحي رفع الكفاءة والجودة في قطاع صناعة الطب والعلاج، وتوفير رؤوس أموال للبرامج الصحية والمستشفيات اللي تمكنها من تمويل نفسها وشراء الأجهزة ودعم الأبحاث واستقطاب أو جذب كوادر فنية وطبية. لكن لا يناقش هذا التيار يعني كل تركيزهم على الكلفة، كل تركيزهم على توفير يعني ميزانيات للدولة لوزارة الصحة مثلا، ما يناقشون خيارات المواطن، أن يجب أن تكون خيارات المواطن خيارات عادلة ومقبولة وإلى آخره. في الشرع الدولية
يعني في تأكيد على هذا الجانب، جانب الاجتماعي أو البعد الاجتماعي في التأمين الصحي. مثلا على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 يؤكد على ضرورة قيام الدولة باتخاذ تدابير لضمان تمتع جميع المواطنين بمستوى معيشي مناسب من العناية الطبية كعناصر أساسية على صعيد الصحة والرفاهية. المادة 12 من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إن الصحة حق باعتباره حقا لكل إنسان بأن يتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية، وعلى الدولة أن توفر هذه الضمانات. منظمة الصحة العالمية وضعت 9 عناصر أساسية حول الحق في الصحة، بأن تكون مباحة ومتاحة ومقبولة وعادلة وبتكلفة مناسبة ونوعية جديدة من المنسقة من حيث التخصص الطبي. وأشارت المنظمة بأن التأمين الصحي ليس إلا وسيلة لتغطية التكاليف الرعاية الصحية، وعلى الحكومة أن تحرص على توفير الحماية الصحية والاجتماعية للمواطنين عن طريق نظام ميسور التكلفة أو برنامج تموله الحكومة، وذلك بهدف أن يحصل المواطن على هذه الخدمات دون التعرض لمخاطر الفقر أو أي ضائقة مالية. اتفاقيات منظمة العمل الدولية نفس الشيء، بالذات اتفاقية 102 اللي صدرت عام 1992 وضعت كل الاتفاقيات السابقة لها علاقة بحق الصحة والعناية الصحية سواء للعمال أو الموظفين أو المزارعين أو البحارة، وأشارت بشكل واضح بأن هذه الخدمات الرعاية الصحية يجب أن تكون بضمان من الدولة من الحكومات. جيد، إذن هذه الشرعة الدولية تنحاز إلى أهمية بأن يركز يعني النظام الصحي مع وجود تأمين صحي أو ضمان صحي على موضوع العدالة، على موضوع توفير الخدمة بتكلفة بسيطة ومقبولة للمواطنين. إذا طلعنا على قانون الضمان الصحي البحريني في ديباجة القانون يؤكدون على نفس المضامين المدرسة الرأسمالية بأن توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار وذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وذلك عن طريق إنشاء طبعا صندوق للضمان الصحي. أي طبعا الأخ يحيى بيتوسع في هذا الموضوع. حسب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب ومرفق مع التقرير الرأي القانوني للمستشار القانوني بأن في هناك مادتين من القانون عليهم شبهة عدم الدستورية. المادة 36 من القانون الفقرة ألف بأن يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة وبالتنسيق مع صندوق الضمان ينظم الضمان الصحي للمواطنين خارج المملكة، وذلك ببيان الرزمة الصحية التي يجب توافرها على للحالات الطارئة فقط. الرأي القانوني بأن هذا النص يتعارض مع الدستور في المادة 18 باعتبار أن المواطنين مساوين في الحقوق والواجبات في كل مكان، مو شرط داخل البحرين حتى خارج البحرين. لكن لما اطلعنا الآن على القانون مادة 36 لم تتغير الفقرة، نفس الفقرة، بمعنى أنه لم يؤخذ بالرأي القانوني لمجلس النواب. جيد، هذه أن في تمييز، أنت بتميز المواطن اللي
خارج البحرين بأن ما يحصل على كل الضمان الصحي أسوة بالمواطن اللي داخل البحرين. إذن هذا التمييز القانون الرأي القانوني لم يشرح لماذا تم استثناء العسكريين من قوة الدفاع، لأن على فكرة المشروع الأولي اللي نزل للمجلس لم يكن هناك في بند بأن يستثنى من أحكام هذا القانون منتسبي قوة الدفاع والمستشفيات العسكرية، وأضيفت هذه الفقرة في أثناء مناقشتهم في مجلس النواب. فكان من المفترض أيضا أن إذا أنت علقت على كرأي قانوني على التمييز الموجود للمواطن خارج البحرين أيضا أن تشرح أسباب لماذا تم استثناء منتسبي قوة الدفاع، يمكن سبب سرية، يعني أن هاي معلومات سرية يجب أن ما تتسرب، أو أن في احتمال مثل بعض الدول أن في تأمين صحي عسكري مثل الأردن مثلا، في عندهم قانون خاص للعسكريين في هذا الموضوع. يعني مثل ما المذهب الظاهري يقول أن المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات، فإذا ضرورة تتطلب بأن نستثني بعض القطاعات، أنا أعتقد أن الأولى أيضا بأن يتم استثناء المتقاعدين عن دفع الرسوم، وهذا النظام موجود في اليابان. اليابان كبار السن والأطفال لأقل من سنة عمرهم معفين من دفع رسوم التأمين الصحي، ويحصلون على كل الخدمات الصحية من علاج والأدوية بدون ما يدفع مثل بقية المواطنين. في المادة الثانية اللي قال المستشار القانوني إن عليها شبهة عدم دستورية، مادة 14 من القانون اللي كانت تنص على أن يصدر موارد الصندوق يتم من خلال قرار من مجلس الوزراء من قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على استيراد السلع والخدمات. وهذا طبعا قال الرأي القانوني بأن هذه المادة تتعارض مع مادة 107 من الدستور، لأن قانونية الضريبة من اختصاص السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية. ولكن بعد ما صدر القانون، يعني اطلعنا عليه القانون، تم حذف هذه الفقرة، بمعنى أن تم الأخذ برأي القانوني بأن هذه أن قرار من مجلس الوزراء بأخذ نسبة من ضريبة الجمركية ليس من حق السلطة التنفيذية وإنما من حق السلطة التشريعية. إحنا كنا نطالب أيضا في أو طالبنا في أكثر من يعني بيانات أو الندوة اللي صارت مع الأخ يحيى بأن يجب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأخذ رأي مؤسسات المجتمع المدني في هذا القانون الهام. لما اطلعنا احنا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية مجلس النواب، شفنا ان كثرة من مؤسسات المجتمع المدني قدمت مرئياتها حق على القانون، يعني بالإضافة طبعا إلى جهات حكومية مثل المجلس الأعلى للسلطة للصحة، أقول الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بوزارة الصحة، بالإضافة لذلين جمعية المستشفيات الخاصة، جمعية أصدقاء مرضى الكبد، الجمعية البحرينية لمرض التصلب المتعدد، جمعية البحرين لمكافحة السرطان، جمعية البحرين لرعاية مرض السكلر، جمعية الأطباء، جمعية مرضى السكر، جمعية أصدقاء المرضى النفسيين، جمعية هشاشة العظام، جمعية مرضى الدم الوراثية، جمعية أصدقاء مرضى الكلى، وأيضا خاطبة والأمان العام لمجلس التعاون للحصول على
القرار مجانية العلاج لمواطني دول مجلس التعاون. لكن القانون هذه قانون الضمان الاجتماعي أيضا له علاقة بالحقوق، بحقوق الإنسان، له علاقة باتفاقيات دولية صادرة من منظمة العمل الدولية، وبالتالي كان الأجدر أيضا أن يؤخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، جمعية حقوق الإنسان أو جمعيات حقوق الإنسان، وجمعية الشفافية، وجمعية المحامين، باعتبار أن يؤخذ رأي حقوقي في جوانب العلاقة بحقوق الإنسان والشفافية في هذا القانون. ولكن للأسف أيضا ما ولم مؤسسة من هالمؤسسات النقابية الحقوقية تم أخذ الرأي فيهم. متطلبات نجاح هذا النظام، أولا من حيث المبدأ تطبيق هذا النظام على الأجانب، أنا أعتبر أن هذا إجراء سليم، يعني إجراء سليم لأن ومتبع في العديد من الدول العالم وأيضا دول الخليجية، وفي انعكاسات إيجابية بتكون على اختلالات سوق العمل باعتبار أن في غلبة العنصر الأجنبي في السوق، وأن تقلل من نسبة العمال السائبة الفري فيزا، وتزيد التكلفة على العمال المهاجرة، وبالتالي بيكون في هناك فرق يعني بسيط بين تكلفة العامل الأجنبي وتكلفة العامل المواطن، وبالتالي يمكن يكون له أفضلية المواطن بعدين في حالة. وأيضا عدم تحميل موازنة الدولة مصاريف الرعاية الصحية على الأجانب اللي يشتغلون في شركات تربح بالملايين، وبالتالي مفترض أن أصحاب العمل يدفعون جزء من نسبة اشتراكات العمالة المهاجرة. وأيضا من المهم أن النظام الضمان الصحي في البحرين أن يشمل جميع المواطنين، ما يكون في تمييز بين مثلا موظفين المواطنين اللي يشتغلون في القطاع الخاص قياسا للمواطنين اللي يشتغلون في القطاع الحكومي. وهي التفاصيل يمكن الأخ يحيى بتوسع في هذا الموضوع. الموضوع المهم ان في معظم الدول الناجحة في تطبيق أنظمة التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل فرنسا أو كندا أو السويد أو ألمانيا، تكون الدولة هي المسؤولة وهي تقع عليها الإشراف على تمويل علاج المرضى من خلال استحصال ضرائب، بس الدولة هي المسؤولة. يعني أن وزارة الصحة يجب أن لا تبعد نفسها وأن تكون بس فقط مسؤولة عن وضع سياسات، يجب أن تكون بشكل صارم تراقب بشكل حقيقي الموضوع. بالإضافة طبعا بما أن المواطن سيدفع ضريبة غير مباشرة للحصول على التأمين الصحي، يجب أن يكون مبدأ لا يعني مبدأ أساسي شعبي بأن وجود سلطة تشريعية رقابية محاسبية كامل الصلاحيات، باعتبار أن لا ضرائب بدون تمثيل شعبي حقيقي. يعني في تصريح أو في مداخلة لرئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبد الله، أشار بأن إحنا اعتمدنا على دراسة اكتوارية أعدت من قبل صندوق نقد الدولي، بأن إذا استمر النظام الصحي كما هو الآن، باعتبار أن حسب الدراسة الاكتوارية للصندوق بأن تكلفة العلاج سنويا تزيد بين 10 إلى 12%، بأن نصل في 2038 يعني بعد 20 سنة
بأن يصير مليار دينار تكلفة العلاج. لكن إذا طبقنا نظام الصحي الجديد فالتكلفة تصل إلى فقط 800 مليون دينار، يعني فقط 200 مليون يعني توفر الدولة. أنت أهم شيء إن أنا يعني جدا متحفظ على كل تقارير ودراسات صندوق نقد الدولي. صندوق نقد الدولي تقاريرها التقارير في ازدواجية كبيرة، تقاريرهم بشأن الاقتصاد مثلا الأمريكي يدعون إلى خفض الضرائب على المواطنين، خفض زيادة الأجور نسبيا، في حين لما تقرأ تقاريرهم عن الخليج أو عن بعض الدول الأخرى أحد شروطهم زيادة الضرائب وتقليص التوظيف في القطاع الحكومي وأيضا تقليص نفقات الدولة. وتجارب معظم الدول، لم أقل أغلبية الدول اللي التزمت بتقارير وشروط صندوق نقد الدولي كلها عاشت في أزمات اقتصادية رهيبة، ابتداء من جنوب أفريقيا إلى تشيلي إلى برازيل وأخيرا اليونان. لذلك أنا أعتقد أنه يجب على الدولة أن لا تلتزم بالمطلق وتصدق بالمطلق تقارير ودراسات اكتوارية أو غير اكتوارية صادرة من مثل 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 من هالمؤسسات المالية والنقدية المنحازة للنيوليبرالية وإلى العولمة المتوحشة. هذه طبعا أهم الملاحظات اللي أنا عندي بالنسبة للنظام، بس أنا بحاول يعني أجيب مجموعة الأشياء الإيجابية في بعض أنظمة الضمان الصحي أو التأمين الصحي في العالم. طبعا كندا في لا مركزية في التأمين الصحي حسب الولايات، تمول طبعا النظام من عن طريق الضرائب، وتقدم جميع الخدمات الصحية من علاج وأدوية لجميع المواطنين بشروط موحدة، بمعنى دون تحيز على أساس دخل أو عمر أو الوضع الصحي، كلهم يحصلون نفس الخدمات. فرنسا طبعا تعتبر حسب معايير منظمة الصحة العالمية من أفضل الدول في تأمين أو النظام التأمين الصحي. نظام التأمين الصحي في فرنسا نظام مركزي، المواطن له الحق بأن يذهب لأي أخصائي لأي مستشفى ويعالج روحه ويجيب تقاريره وتكاليفه لصندوق التابع لوزارة التنمية عندهم أو وزارة العمل بالتعويض عن العلاج اللي صار في المستشفيات اللي هو يختارهم. 87% من سكان فرنسا عندهم تأمين تكميلي، تأمين تكميلي من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني اللي عملوا نظام صحي تأمين صحي تعاوني، وبالتالي بالإضافة إلى التأمين الصحي الحكومي 87 معتمدين أيضا على التأمين التكميلي. هذه ميزة النظام الصحي في السويد أن يراجعون وضع الاقتصادي أو مستوى الدخل للمواطن بين فترة وثانية من خلال إعادة توزيع الثروة القومية حسب حياة الفرد، ويدفعون مبالغ تتناسب طبعا مع دخل الفرد إذا شافوا أن أسعار الخدمات الصحية قاعدة ترتفع. اليابان طبعا بدأ التأمين الصحي من 1922، لكن تم تنفيذه في البداية في 1927. مثل ما قلت الكبار السن لا يدفعون أي رسوم والدولة تتحمل رسومهم، وكذلك الأطفال اللي أقل من
السنة الأولى من أعمارهم. وطبعا في مجموعات، يعني في مجموعة تأمينية للشركات الكبرى، العاملين في الشركات الكبرى، وفي مجموعة ثانية تأمينية للموظفي الحكومة وللشركات الصغيرة، وفي مجموعة ثالثة تأمينية لكبار السن والمتقاعدين العسكريين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا أسوأ نظام تأميني هو النظام الأمريكي. النظام الأمريكي نظام يعتمد على التأمين الخاص، بأن المواطن يجب يوفر فلوس ويشترك في شركات التأمين الخاص، ما عدا في استثناءات، يعني العاطلين أو العجزة أو المتقاعدين العسكريين اللي يعني يدفعون قوات المسلحة تدفع عنهم. ومع كل هذه تقريبا في حوالي 40 مليون أمريكي ما عندهم أي تأمين صحي، ويعيشون أحيانا في يعني مأساة للحصول على العلاج أو إلى الأدوية. أكتفي عند هذا الحد، وشاكر لكم على حسن الإنصات. شكرا لرفيق الأستاذ عبد الله جناحي على الملاحظات القيمة والصورة البانورامية عن الوضع الصحي، أو بالأحرى الضمان الصحي في بعض الدول الرأسمالية. والآن يتفضل رفيق يحيى يكمل حلقة الحوار. مساء الخير جميعا. شكرا دكتور، وشكرا أستاذ عبد الله على هاي الورقة. أنا في الواقع العرض اللي بقدمه راح يستعرض مواد القانون، وليس كل المواد طبعا، هو يعني من 40 صفحة، ولكن مواد أساسية في القانون، وبنعلق عليها بعضها بنشرحها، وفي النهاية بنقدم بعض الملاحظات على هذا القانون. طبعا يعني انا بعد ما عديته يعني جتني ملاحظه ان هاي النسخه اللي كانت عندي وعديت على اساسها هي ما قبل اقرار النواب، بس انا يعني بشكل كبير اعتقد ان ما في تغييرات جوهريه يعني اللي سووها على القانون، ولا هي بتغير ملاحظاتنا الاساسيه عليه. طبعا القانون يخاطب المواطنين والمقيم والزائر وصاحب العمل والكفيل والمكفول، ويفرق ما بينهم في سلايدات لاحقة بعد بنشوف التفاصيل. يسري القانون نفس ما قال أستاذ عبد الله على جميع المواطنين والمقيمين والزوار ما عدا العسكريين. وطبعا نفس التساؤل موجود، ليش يستثني العسكريين؟ أنا أعتقد يعني يمكن ملاحظة اللي قالها أستاذ عبد الله مهمة، ولكن القانون لو تم تطبيقه يفترض أن كل المواطنين بيحصلون الرزمة الإلزامية اللي بتقدمها الحكومة، واللي راح تقدم من المراكز الصحية اللي اليوم كلنا نستخدمها مجانيا. وبعدين في رزمة اختيارية راح يدفع عليها المواطن عشان ياخدها، عشان تأهله يروح للمستشفيات الخاصة، ومستشفى قوة الدفاع اليوم يتعامل مع المواطنين غير العسكريين كمستشفى خاص، فياخذ عليهم رسوم مقابل الخدمة. أنا أعتقد أن هذا الاستثناء هو لتجنيب العسكريين دفع أي رسوم، بس باقي المواطنين ما في مشكلة ندفعهم. يعني ليس حقدا على يعني العسكريين ولا هذا، ولكن هذا تمييز يعني، وليش ما كل المواطنين يحصلون على نفس الخدمة. يعرف القانون مهام الصندوق بأنها لتنفيذ تمويل المنافع الصحية، التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية وهم المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية، تحصيل اشتراكات الضمان الصحي، تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة الاستثمار أو استثمار أي من موارد الصندوق، بما في ذلك جواز إنشاء شركة استثمارية. وهنا يعني المؤسسة الوحيدة اللي عندنا اليوم في البلد اللي عندها شركة استثمارية تدير استثماراتها هي التأمينات الاجتماعية،
فهني ماخذين نسخة من نفس النموذج ونتمنى تكون ناجحة يعني هني أكثر من التأمينات الاجتماعية. في أيضا من مهام الصندوق إسناد أو يعطي القانون الحق إلى صندوق الضمان الصحي إسناد مهمة تحصيل الرسوم أو الاشتراكات إلى جهة غير حكومية على أن ينشر في الجريدة الرسمية، وهذا يفتح المجال إلى الإسناد أو اللي احنا نسميه الأوتسورسينج، أنه يبدي يعطي جهات أخرى. من بتكون هاي الجهات؟ طبعا جهات خاصة تجارية هي راح تدير الكثير من عمليات ومهام الصندوق الصحي. مهام مجلس الإدارة هو رسم السياسات والإشراف على تنفيذها والرقابة، تعيين خبير اكتواري أو أكثر لتقدير اشتراكات الضمان الصحي. طبعا خطوة موفقة أن يكون تقدير الاشتراكات مبني على دراسة اكتوارية، ولكن مشكلة هاي الدراسات الاكتوارية يمكن في عندنا صندوقين أساسيين اللي يصير لهم دراسات الاكتوارية، هو صندوق التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل. ما حد يشوف هذه الدراسات، يوم اللي تكون هذه الدراسات يعني تعطي أرقام إيجابية وطيبة ومشرقة وإلى آخره تختفي هذه الدراسات، ويوم اللي هذه الدراسات تستخدم لزيادة على المواطن نسمعها ونشوفها في كل التقارير وفي كل مكان. يعني يعاب على مجلس النواب إن ما طلب نشر هذه التقارير. أنت راح تخلي المواطنين كلهم، كل مقيم وكل واحد في هذا البلد مربوط بهذا النظام، ليش ما تكون في شفافية كافية إن إحنا ننشر الدراسات الاكتوارية؟ وهذه الدراسات الاكتوارية ما فيها منافسة ولا في أحد بيبوقها ولا أحد بيستفيد منها، على الأقل ملخص ومختصر هذه الدراسات. أيضا اعتماد الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق. طبعا الاشتراكات راح تؤدى في بداية العام أو بداية السنة المالية، ولكن لن تصرف كلها مرة واحدة. نفس أي شركة تأمين تعمل في التأمين الصحي، هي تستلم الأموال في اليوم الأول ولكن تدفعها كلما كان في مطالبة، كلما استخدم المريض بطاقته التأمينية تصير في فاتورة ويندفع. فعلى هاي الأساس خلنا نقول استلموا مليون في اليوم الأول، هاي المليون راح تدفع على 12 شهر. في هذه الفترة شركات التأمين عادة تقوم باستثمار هذه الأموال على فترات قصيرة ويعني بنظام معين، فهذه من أحد الإيجابيات. يفترض أن عوائد الاستثمار تخفف من قيمة الرسم أو قسط التأمين. أيضا طبعا نتمنى يكون فيها شفافية في الإعلان عن هذه النتائج. ميزانية الصندوق تعتمد على حسب القانون جزئين أو نوعين أساسيين: الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة وهي لدفع الاشتراك عن المواطنين ومن في حكمهم، واشتراك الضمان الصحي والذي يدفعه أصحاب الأعمال والمقيم والزائر والكفيل عن المكفول. طبعا بنجي إلى تعريف كل واحد من هذه. يحدد القانون يعني عدة أجهزة، أهمها المجلس الأعلى للصحة ويضع مهامه في رسم وضع السياسات والخطط والإجراءات المتعلقة بالنظام الضمان الصحي، وجهاز آخر هو المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، طبعا يجمع ويحلل البيانات الصحية، الربط الإلكتروني المتبادل بين مزودي التغطية التأمينية على أساس، يعني طبعا هذا من إيجابيات القانون أن كل مواطن راح يكون له ملف واحد، ملف إلكتروني يقدر كل مزود من مزود الخدمات الطبية اللي هي المستشفيات والمراكز والأطباء والعيادات أنه يطلع على الملف المواطن كاملا قبل البدء في علاجه، وهي نقطة إيجابية. تصريح للأشخاص بمعالجة البيانات الصحية، وراح يكون في رسم على المستشفيات والعيادات وأي من يستخدم هذا النظام.
والسجل الطبي الإلكتروني الموحد طبعا نفس ما قلنا راح يكون لكل مواطن ملف إلكتروني. طبعا الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتعامل الفئات التالية معاملة المواطنين: المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني، الرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية، أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني. غير هذه الفئات يبقى المواطن البحريني واللي راح يعاملون بنفس معاملته، بما معناه ستتكفل الحكومة بدفع اشتراك بدلا عنهم. مزودو التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي: يوفر الصندوق التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي للمواطن ومن في حكمه ولغير البحريني الذي يشغل وظيفة في أي من الجهات الحكومية، أيضا الحكومة راح تدفع اشتراكهم كرب عمل. ويوفر كل من الصندوق أو شركات التأمين المصرح لها التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي للمقيم والزائر طبقا لأحكام هذا القانون بنجليها. يكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد الاشتراكات أو اشتراكات الضمان الصحي التالية: تدفع الحكومة عن المواطنين ومن في حكمهم، ويدفع صاحب العمل عن عماله غير البحرينيين، وصاحب العمل غير البحريني يدفع عن نفسه أيضا بالإضافة على عن عماله. القصد هني ان في مستثمرين اجانب غير بحرينيين يملكون مؤسسات ويملكون اعمال، يجب ان يكون هناك من يدفع عنهم، طبعا هو يدفع عن نفسه. المقيم غير العامل يدفع عن نفسه ايضا وافراد اسرته. اكيد تعرفون يعني اي من يعني الاجنبي اللي يملك عقار في البحرين يستطيع الحصول على اقامة دائمة، يعني وعندنا رقم يعني غير صغير من هاي الأجانب المقيمين أيضا يجب أن يتكفلوا بتكلفة الضمان الصحي لأنفسهم. وأيضا القانون يتكلم عن العامل المصرح له من دون أن يكون له صاحب عمل، وهذه فئة جديدة خلقتها الحكومة من خلال تصريح العمل المرن. هني هم أساسا حتى في نفس التصريح نفسه قالوا أخذوا من عندهم رسوم التأمين الصحي. ويلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لديهم صاحب عمل، ويلتزم الزائر أيضا بسداد الاشتراكات عن نفسه. أتوقع يعني نفس ما أي أحد يسافر إلى مثلا أوروبا يطلب عليه أن يكون مغطي نفسه بتأمين السفر، تأمين صحي للحالات الطارئة، أيضا سيطلب على أي زائر إلى البحرين أن يكون عنده، فهني شركة للتأمين تغطي تكاليف الصحية نحتاجها. من يعني المواد اللي شدت انتباهي: التزام صاحب العمل بإشراك عماله في الضمان الصحي. ان القانون خصص مجموعه من او يعني عده او ماده وفيها كثير من التفاصيل على اساس لا يتلاعب اصحاب العمل ويقوموا يعني يحاولون تفادي دفع الاشتراكات عن عمالهم. طبعا هذا مو جاي من فراغ، جاي لان يعني في اشكال كثيره من هذه الحالات موجودة. نجي إلى الحين قلنا إحنا في ثلاثة أنواع، خلا أروح لها. الرسمة الإلزامية هذه اللي الحكومة بتتكفل فيها للبحريني وصاحب العمل والفئات كلها اللي كررناها بتتكفل فيها. في عندنا شيء بعد يسمونه الرسمة الاختيارية، وفي شيء اسمه تأمين صحي إضافي. الحين احنا قاعدين نتكلم عن الرزمة الإلزامية. وش بتغطي هاي الرزمة الإلزامية؟ احنا عادة في التأمين الصحي في عندنا شيء يسمونه
جدول المنافع أو table of benefits. وحقيقة في الزيارات اللي سواها المجلس الأعلى للصحة إلى مؤسسات المجتمع المدني وقدم العديد من الندوات وفي التلفزيون وإلى آخره، كانوا يقدمونها بشكل أكثر ترتيب كجدول، وغير أنه جدول كان في الحد الأقصى للتغطية. اليوم في القانون وضعوه كقائمة كلستة تشمل هذه المنافع: الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية والفحوصات المختبرية والأشعة، إجراء العمليات الجراحية، رعاية الأمومة والولادة، الإقامة للعلاج أو التأهيل، الخدمات العلاجية للأسنان ولا تشمل التجميل غير العلاجي، العلاج النفسي، العلاج الطبيعي، الخدمات التمريضية، أطفال الأنابيب وفقا لضوابط محددة، السمنة العلاجية أيضا وفقا لضوابط محددة، خدمات التجميل العلاجي، الأدوية المقررة للعلاج، الأجهزة التعويضية، يعني هي يسمونها الأنسلري إكويبمنتس، يمكن مثلا الويل شير، العكاز أو الأجهزة الثانية، نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك، خدمات الإسعاف، الإقامة الطويلة، كافة الأمراض المزمنة وأي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة. وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للصحة في هذه اللقاءات الكثيرة اللي سواها كان يؤكد دائما أن العلاج لن يكون له حد أقصى، يعني أنت ممكن تكون عندك في التأمين الصحي التجاري يكون عندك خدمات الأسنان مثلا فيها ليمت مالك 300 دينار، إذا انتهى انتهى ما عندك تغطية. هم دائما كانوا يقولون أن لا يوجد حد أقصى، ولكن أنا ما وجدت في القانون أي شيء يتكلم عن أي حد أساسا، مو بعد أنه يحدده أن لا يوجد له حد أقصى. طبعا قرارات، بنتكلم عن قراراتهم الحين. هذا طبعا اللي قلنا الأشياء، وهي يعني تغطية يعني معقولة جدا لو يعني ابتعدنا عن مسألة كم الليمت مالها. هذا للمواطن. القانون فصل بشكل ثاني للمقيم ويقول: تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المقيم في الضمان الصحي الإلزامي من الآتي: خدمات الصحة الأولية، خدمات الصحة الثانوية، وتحدد منافعها المشمولة وغير المشمولة وفقا للفقرة ألف من المادة 38 من القانون، وعلاج الطوارئ والحوادث. إنزين، الحين القانون نفسه ما يعرف خدمات الصحة الأولية، يعني التعريف الوحيد اللي موجود في قوانين البحرين لخدمات الصحة الأولية هو في قرار وزاري صادر في 2015 عن خدمات الصحة الأولية اللي حدد يعني اللي مبني على قانون العمل أساسا، وحدد الاشتراكات ب 72 دينار للأجنبي و 22 دينار ونص إلى البحريني. القانون نفسه يخلو من تعريف إلى خدمات الصحة الأولية وأيضا خدمات الصحة الثانوية اللي يحيلها إلى مادة أخرى اللي هي المادة 38 ألف. وهذه المادة نفسها إذا تروح لها هي أيضا تحيلها إلى المجلس الأعلى للصحة لتعريفها بقرار وليست من ضمن القانون. فيعني عندك ضبابية كبيرة في كثير من المواد، مو مفهوم وش المطلوب أو وش هو تعريفها. قلنا أيضا علاج الطوارئ والحوادث، والزائر في له بعد تعريف منفصل: تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من خدمات العلاجية والفحوص الطبية التي تتطلبها علاج الحالات الطارئة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث. وهذا أعتقد يعني متعارف عليه اللي في تأمين السفر، وهو اللي تطلبه أغلب الدول، يغطي بس الحالات الطارئة والحوادث كحد أدنى.
نروح إلى رسوم الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي. للمجلس الأعلى للصحة أن يحدد في بعض المنافع الصحية في الضمان الصحي الإلزامي الرسم التي يتعين على المستفيد غير البحريني أداؤه لمقدم الخدمات الصحية تمهيدا للحصول على الخدمة. نفس ما قلنا هناك مادة تتكلم عن رب العمل أنه لا يتهرب أو يتلاعب بالنظام، هذه المادة أساسا لمزود الخدمات الصحية أو المستشفيات والعيادات إلى آخرها، أنهم من جانبهم أيضا لا يتم التلاعب بالنظام وأساسا في استلام الرسوم بالنيابة عن الصندوق. فلا يجوز لمقدم الخدمات الصحية إعفاء المستفيد من أداء الرسم، وأيضا وضع استثناء إلى الرسوم العمليات الجراحية للحالات الحادة والإصابات، رعاية الأمومة والطفولة، المستفيد الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات. وهذه يعني تفتح علامات استفهام كبيرة، يعني جيد أن اللي أقل من 5 سنوات ما تطبق عليه الرسوم، ولكن ماذا عن الطفل اللي عمره 6 سنوات أو 7 أو 10 أو 12 أو 15؟ ليش حددها ب5 سنوات فقط؟ بعد يفتح سؤال ثاني، لو كان هناك يعني ولي أمر غير مستطيع أو سيء أو يعني أي من الحالات إنه ما يقدر يوفر أو لا يريد أن يوفر أو يدفع الرسوم إلى أبنائه، هذا يحرمهم من العلاج. فغريب يعني ده التحديد إلى 5 سنوات فقط. الفحوصات الطبية أيضا مستثناة من الرسوم، وأبناء المرء هاي الاستثناءات بعد الفئات التي تعامل معاملة البحريني والحالات التي يصدر بتحديدها قرار. انزين، الحين قلنا الرزمة الإلزامية شرحناها عن المواطن والمقيم والزائر، نجي نشوف الرزمة الاختيارية للمواطنين. طبعا في أول تصريحات اللي صدرت يمكن قبل سنتين أول ما بدأوا في مناقشة القانون، كانوا يتكلمون عن الأجنبي الذي يقل راتبه عن 400 دينار والأجنبي الذي يزيد راتبه عن 400 دينار. طبعا وإحنا علقنا عليه أن هذا تمييز يعني كبير، هذا الموضوع اختفى من نص القانون. الضمان الصحي الاختياري يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على تأمين صحي اختياري خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية. من المقصود فيهم؟ الصندوق نفسه أو شركات التأمين. ويجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية، الرزم الصحية الاختيارية غير محددة في القانون، ما في تفسير واضح لهذه الرزم التي يوفرها الصندوق، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية مع الاحتفاظ بالحق في الحصول على الرزمة الصحية الإلزامية. يعني مو واضح الموضوع، بس أتوقع أن بهذه الطريقة اللي يختار أن يأخذ الرزمة الاختيارية، الرزمة الاختيارية ستشمل الإلزامية وخدمات أخرى أعلى منها، وبيطلع من الرزمة الإلزامية والحكومة بتعوضه عن القدر اللي كانت بتدفع عنه في الرزمة الإلزامية، على أن يدفع هو الفارق، يدفع بقية المبلغ. طبعا على حسب اللي واضح من القانون في بتكون أكثر من خيار إلى هذه المسألة. يحدد مزود التغطية التأمينية في وثيقة التأمين منافع الرزم الصحية في الضمان الصحي الاختياري ومقدار المشاركة. مقدار المشاركة يقصدون فيها الكو انشورنس أو نسبة التحمل، عادة تكون بهاي الطريقة. لو كان في نسبة تحمل 20% ومثلا الاستشارة كانت ب20 دينار، فالمواطن أو المستفيد من مشروع الضمان الصحي يدفع 20% من قيمة الاستشارة عشان يحصل العلاج. طبعا هذه في الجانب الاختياري مو في الإلزامي. مقابل هذا التأمين الاختياري راح يعطي المجال للمواطن أنه يروح إلى الطب الخاص يتلقى عنده العلاج.
وأيضا يحدد الحدود القصوى، هني ذكرها في الاختياري بس ما ذكرها في الإلزامي. الاشتراكات ضمان الصحي وشبكة مقدمي الخدمات الصحية. شبكة المقدمين هي المستشفيات اللي مسموح لك أن أنت تروحها، وعادة شركات التأمين الخاصة على سبيل المثال عندها أكثر من تصنيف إلى المستشفيات، نسميها نتوركس. هذه النتورك يعني مقسمة على تكلفة كل مستشفى، يعني في عندنا مستشفيات تقدم الاستشارة ما بين 3 إلى 5 دينار، هذا اللي يخلونهم في نتورك بروحهم. في مستشفيات مثلا الاستشارة عندهم من 10 إلى 15، هذا اللي بروحهم. في ناس من 15 إلى 30 مثلا، هذا اللي يصيرون فئة بروحهم. فهني بتكون في عدة شبكات تقدم، وكل شبكة راح تحدد سعر أعلى من الثاني. طبعا لا توجد أي تفاصيل أكثر من هذه الثلاثة أسطر أو الثلاث نقاط في القانون عن شيء مهم وكل المواطنين بيتأثرون فيه، وفي العديد من المواطنين ينتظرونه على أساس أنه يقدر يحصل أكسس إلى الطب الخاص. ما في تفاصيل، كلها بتجي في قرارات لاحقة. أيضا القانون يتكلم عن الحصول على منافع صحية أو تأمين صحي إضافي. إنزين، لا يخل هذا القانون بحق المواطن أو المقيم أو الكفيل أو في التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي، سواء لنفسه أو لمن يعولهم. ولا يخل القانون إلى يعني بس هاي الفقرتين، ولا توجد أي تفاصيل أخرى عن هذا التأمين الصحي الإضافي. مزودو التغطية التأمينية، يتولى التغطية التأمينية في الضمان الصحي الصندوق وشركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من مصرف البحرين المركزي. تحديد اشتراكات الضمان الصحي، يكون تحديد اشتراكات الضمان الصحي كمل لو نوقف. عفوا استاذ، يكون تحديد اشتراكات الضمان الصحي بالاتفاق بين مزود التغطية التأمينية والطرف الملزم بتوفير التغطية، وتؤدي الاشتراكات في ميعاد استحقاقها المتفق عليه. أعتقد هاي النقطة تتكلم عن تفاوض، يعني راح يكون ما بين المجلس أو الصندوق وأصحاب العمل على تكلفة وسعر التأمين. وفي جانب آخر راح يعني يتولى المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الصندوق ووزارة المالية تقدير الاشتراكات عن المواطنين. الشق الأول أو أغلب القانون يتكلم عن التأمين الصحي الإلزامي وتفاصيله. الشق الثاني قاعد يتكلم عن إدارة المستشفيات، وهذا أيضا جانب ثاني مهم، وهو تحول في طريقة عمل المراكز الصحية. إدارة المؤسسات الصحية الحكومية، يكون للمؤسسات الصحية الحكومية مجلس أمناء أو أكثر، ويصدر تعيينهم بقرار إلى آخره. يعني راح تأمل المراكز الصحية كمؤسسات مستقلة لها مجلس إدارة، هو يقرر كل أشيائها، وراح تكون لها حسابات مصرفية منفصلة، وطريقة عملهم يعني تكون مثل أي مؤسسة خاصة. طبعا هذه مهام وصلاحيات مجلس الأمناء في المؤسسات يسماها الصحية الحكومية، الإشراف على سير العمل، الموافقة على تعيين الطواقم. ما أعرف يعني أنا حاليا، بس أنا أتوقع أن وزارة الصحة هي اللي تعين وتحط توزع الأطباء على المراكز. لا، بعدين بصير المركز هو نفسه يختار ويعين موظفينه وطواقمه الطبية.
بكل أنواعها. يعني أتمنى من ويانا بعد مجموعة من الأطباء ينورونا في هاي الموضوع، إبرام العقود مع مزودي الخدمات التأمين، التغطية التأمينية، تحسين التعامل مع الحالات المرضية، إعداد تقرير سنوي، اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي إلى آخره. هاي نقطة جدا مهمة، من وين بتجيب هاي المراكز ميزانياتها؟ يحدد القانون أن يكون لكل مؤسسة من المؤسسات الصحية الحكومية ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وبذلك بمراعاة حجم تقديرات الميزانية المخصصة للإنفاق ومقدار الاشتراك التي تلتزم الحكومة بسداده والمستحقات المتحصلة من مزودي التغطية التأمينية عن المنافع الصحية. المادة جدا عريضة، أنا أعتقد هذه المادة يعني مصاغة بطريقة أن بداية السنوات يعني بتكون الميزانية العامة للدولة بتغطي هذه المراكز لين ما تبدي تعمل بطريقة شبه تجارية ويبدي مدخولها يغطي مصاريفها، وأيضا تسمح لها باستخدام باستلام الاشتراكات على أساس تمشي بالتوازي في البداية لين ما يغلب جانب الاشتراكات على المخصصات من الدولة. هذه تعطينا إشارة إلى أنها خلال فترة معينة راح تتحول للعمل كأي مؤسسة صحية تجارية، وهذا راح يعطيها إيجابيات الموجودة في الطب الخاص، وأيضا يعطيها السلبيات اللي موجودة في الطب الخاص. أنا تكلمت عنها سابقا، إذا تحبون ممكن يعني نرجع عليها إذا أحد مهتم. الحين ملاحظات على القانون، أتمنى ما أكون طولت عليكم. لم يضع القانون تعريفا واضحا للرزمة الإلزامية والرزمة الاختيارية والتأمين الصحي الإضافي، بخلاف الاستعراضات التي قدمها المجلس Table of Benefits أو جدول المنافع، يعني يخلو من الدقة في التعريف، وفي الواقع هو غامض وغير محدد العناصر. تشير المادة 37 باء 2 إلى تحديد المنافع الصحية الثانوية إلى المادة 38، والمادة 38 نفسها تحيل التحديد إلى المجلس الأعلى للصحة. يقوم القانون بشكل مبالغ فيه بإعطاء سلطة تفويضية للمجلس الأعلى للصحة لتحديد الكثير من التفاصيل من خلال قرارات يصدرها، ويعاب على ذلك. أولاً، قرار النواب لقانون مهم يمس كل من يعيش على هذه الأرض دون معرفة الكثير من التفاصيل. ثانيا، إمكانية أو قدرة المجلس الأعلى للصحة بتغيير تفاصيل جوهرية دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهات التشريعية. ثالثا، هناك يعني أعتقد تضارب في بين مهمة التكميل التشريعي والمهام التنفيذية. نرجع نسأل لماذا يستثني القانون العسكريين وعوائلهم من طباق القانون عليهم. في مسألة ثانية بعد يعني في الكثير من الناس تسأل عنها، وهو المواطنين اللي يعملون في شركات وشركاتهم تخدم لهم تأمين صحي تجاري مرتاحين منه، منفعة جدا كبيرة بالنسبة لهم، يتساءلون وش بصير فيهم، شلون بصير التعامل إياهم. كانوا بالأمس يعني نتيجة عمل النقابات والضغوطات حصلوا على حقوق مكتسبة أن رب العمل يوفر لهم يعني تأمين صحي ذو جودة عالية وخدمات عالية إلى آخره. باكر بهذه القانون وش مصيرهم مو واضح. أيضا يخول القانون، وواضح أن هناك توجه لدى المجلس الأعلى للصحة بالاستعانة بمصادر خارجية أو الأوتسورسينج لإدارة أجزاء من الضمان الصحي، وهذه أحدى أوجه الخصخصة غير المباشرة أو المستترة، بما يجعل الإنتاج والقيمة المضافة النهائية في يد مصادر
خارجية، مثل ما قلنا ممكن تتحول المراكز الصحية الحكومية إلى العمل كمراكز تجارية، ومع الوقت تتكون مساوئ تأمين تجاري في المراكز الصحية. وشكرا على حسن الاستماع. شكرا لرفيق يحيى المخرج على الشرح الوافي لقانون الضمان الصحي. الآن نفتح باب الأسئلة والتعليقات، الرجاء تكون مختصرة التعليقات. فنبدأ. اي نعم. الأستاذ أشكركم على المحاضرة القيمة والجيدة في وقتها، خصوصا بعد أيام صدور القانون، وهذه نقطة تحسب للجمعية، وشاكر للأساتذة على المحاضرة القيمة اللي أعطونا إياها. وجهة نظري أن ما أعتقد أن في البرلمان بإمكانهم أنهم يدخلون في تفاصيل التفاصيل اللي أشار لها الأستاذ. طبعا هاي أكيد لازم ترجع للهيئة، هيئة الصحة أو للمجلس الأعلى للصحة فيما بعد. كان يفترض أن يتضمن القانون أن في أي قرارات تخص خاصة اللي هي الميزانية التي تخصص لكل فرد في المجتمع، ان سواء بالحد الاعلى او بالحد الادنى، ان يكون فيها الرجوع الى البرلمان. هذا يعني بالطريقه هذه راح يكون افضل القانون لو طلع بهاي النتيجه. يعني اذا انتم تبون تزيدون ولا تبون تخفضون الاسعار، يعني اذا حطيتوا 50,000 دينار لكل بحريني في السنه، اذا حبيتوا تقللونها يا مجلس الصحه او يا هيئه، المفروض انكم ترجعون للبرلمان. هذه نقطه جوهريه جدا في الموضوع. من عيوب للأسف الضمان الصحي إذا كان مفتوح بالطريقة هذه أنه بيخلق تضخم عندنا في المستشفيات. يعني إذا بدل ما تروح تتعالج عن الإسكام ب10 دينار، بتتعالج عنه ب50 دينار. ليش؟ لأن المؤسسات اللي تقدم الخدمة كل واحدة فيهم تبي تغطي تكاليف، فبتقول لك أنا مالي داعي. وعندنا دولة مجاورة من غير ذكر أسماء طبقت القانون الصحي على عطت الضمان الصحي للمواطنين، راح كل واحد فيهم بطاقته الشخصية يدخل أي مستشفى خاص أو عام يتعالج. أنا يقولوا لي لما نروح نتعالج كنا قبل لما نسوي ضرس 500 دينار، الحين لما ندخل يقول له 1000 دينار. ليش؟ يعني مؤسسات نفط اللي تدفع يعني على التأمين، يقول له والله هذه على شركة التأمين بيدققون ويانا وبيسوون لنا قصة. لكن أنت بطاقتك الشخصية الضمان اللي على الحكومة، لو نقول لهم 1000 دينار يدفعون لنا. وهذه نقطة بعد أيضا مهمة، عشان بس ما أطول. شكرا لكم. شكرا رفيق حسن إسماعيل. ما أدري ليش حابك تعطيك. شكرا لكم. الإشكالية في تشريعات البحرين، معظم تشريعات البحرين دائما تحيل تقرير الحق وتنظيمه إلى قرار. يعني المثال المتعلق بالمادة بخصوص تقرير حق المقيم في الخارج إلى قرار لا يخالف أيضا المادة 18، يخالف أيضا ما نص عليه الدستور، يجب أن تنظم الحقوق بموجب قانون وليس بموجب قرار. هذه نقطة أساسية يعني
في الحقيقة لو بندقق في تشريعات البحرين نجد دائما من ضمنها قرار وزير الإسكان أيضا، لأن لو بتروح للقانون القانون لا ينظم حال كلها حال إلى قرارات وزارية. الإشكالية الأخرى أيضا يعني التخصيص يعني للاشتراكات حق المواطنين من ميزانية الدولة، نتحدث وكأن احنا في وضع زين ميزانية الدولة مثقلة بالدين العام، كيف ممكن بتغطي هذا الالتزام المفروض عليها في 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 في, في قانون التعقل، غير المراكز الصحية اللي اشار اليها الاستاذ يحيى. باختصار شديد التأمين الصحي شيء جيد للمواطن بدون شيء، ونأمل يعني احنا كقانونيين نطلع عليه، يعني للأسف شديد أنا واحد قانوني ما طلعت عليه، بس من خلال الآن ما طرح النقطة الجوهرية والأساسية أنه يجب تنظيم أي حق بموجب قانون تخضع للسلطة التشريعية. رفيق أحمد منصور. شكرا لتحت الفرصة، شكر موصول للأستاذ أحمد عبد الله جناحي رفيقنا وصديقنا والأستاذ يحيى وإلى مدير الندوة. الحقيقة يعني أنا سمعت سرد يعني مواد القانون وكذا، يعني هو الضمان الصحي زين يعني ما في شك، لكن مثل ما أضاف عزيزنا يحيى يقول في ضبابية، يعني أنا طبعا وجهة نظري أنا ما يعني ما أعرف القانون، الحين علق الأخ حسن إسماعيل وقال عن يعني في واجد مواد مي واضحة. أنا الحين سؤالي في هاي المجال، عندي سؤال يعني ما أدري سمعت أو مر علي أو ما مر يعني في خلال الندوة، هل هناك ضمان صحي بعد يعني للمواطن إذا احتاج للعلاج في الخارج؟ أنا هاي السؤال، شكرا. رفيق عبد النبي منصور. شكرا للمحاضرين. أنا عندي بعض الاستفسارات. أولا أخي حيط طرح ثلاث مستويات من الخدمات الصحية اللي يعني تقدم، الأولى مجانية الأساسية، والثانية نسبة يدفع المواطن عنها نسبة معينة، والثالثة لا أدري كيف راح تغطي. هل في العلاج الصحي وتقديم الخدمات الصحية نستطيع أن تقول أنه هذا يحتاجه الجمهور أو غيره وضروري يتمتع فيه وهذا لا ليس من حقه يتمتع فيه، أو هو هناك مفهوم شامل للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية تبدأ من شيء بسيط إلى أخطر العمليات الجراحية؟ السؤال الثاني هو إذا كان دولة ستغطي جزء وليس كل، لأن قلنا تغطي الشريحة الأولى ولا تغطي كل شيء المواطنين، طيب أليس احتياج غير المواطنين أيضا للخدمات الصحية هو حق بحيث يتم التحكم فيه مثلا سواء من رب العمل أو يمكن يلجؤون إلى شركات تأمين يعني أو مستشفيات هابطة المستوى أو كلفة متدنية للتأمين الصحي؟ أين هي الحق هنا في بالنسبة له؟ وفي الأخير هذا إنسان ويعمل ويجب أن يتمتع أن يكون له ضمان صحي. السؤال الثالث اللي الخطورة في الآن عندما تريد أن تخصص المخصص، يعني الدولة عندها خدمات صحية في وزارة الصحة وفيها مستشفيات وفيها إدارات وغيرها، فإذا أنت رحت خصص حتى الوحدة الصغيرة المركز الصحي أو عيادة أو غيرها، هل هذا كل ما هو الناظم لكل هذه المراكز الصحية؟ يعني كيف يحدد أن هذا المركز الصحي يمكن كفاءة الطبيب في مركز صحي ألف هل هي تختلف عن كفاءة الصحي أو في ما
مستوصف باء الممرضة المساعد غير يعني هذا سيكون شيء لا معقدة. يعني في النظام الصحي هناك في ستاندردز طبيب اختصاصي واستشاري إلى آخر ذلك ويتم توزيع حسب الحاجة. بعدين يصير كل مركز صحي كأن الدولة لوحدها، كيف سيضبط هذا الشيء؟ السؤال الأخير هو يعني الكلفة أو يعني من معنى أن أنت ذكرت أن في هناك عدة مستويات من المستشفيات يعني شركات التأمين تصنف المستشفيات بعدة المستويات. إذا هني في هالحالة أليس يكون هناك حاجة يعني لمن تحيل هذا الشيء لهذا المستشفى لذاك المستشفى؟ وماذا يعني أليس هناك في ضرورة لضبط جودة الخدمات الصحية بحيث تكون فعلا يعني جودة هناك في تتوفر فيها جودة إلى آخر ذلك؟ يعني مو في فنادق فندق 2 ستارز وفندق 5 ستارز، يعني هذا سيقدم خدمات يعني أو سيقدم خدمة إنسانية، يعني كيف يعني راح يكون هذا الشيء يعني؟ بعدين آخر سؤال هو أين دور الصندوق؟ أين دور شركات التأمين؟ بمعنى أن احنا نعرف أن شركات التأمين أنت تروح وتأمن عن شركة وهي ستحاسب المستشفيات، لكن هناك صندوق أيضا للضمان الصحي، هل هذا يشمل الخاص والعام والأخذات؟ عفوا عنك. أستاذ محمد عبد الرحيم أو عبد الرحمن، عفوا يا عبد الرحمن، عفوا. شكرا للرئيس. يعني أنا أشكر كلا الأستاذين الأخ عبد الله ويحيى على الورقتين النوعيتين حقيقة، وبينت الورقتين بأن غياب الشفافية لهذا النظام أو لهذا القانون، يعني هذا آخر خلينا نقول نظام في الحزمة الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمواطن يريد تفكيكها الحكومة بدون ما يكون هناك حوار حقيقي لذوي الشأن في داخل هذا البلد وعلى رأسهم مؤسسات المجتمع المدني. يعني الآن احنا في معضلة كبيرة في موضوع التأمين الصحي لغياب الشفافية الكاملة في القانون، ولذلك ما يجب على المجلس النيابي على ان يقر هذا النوع من الأنظمة دون ان يكون هناك شفافية متكاملة ودون الرجوع ايضا الى مؤسسة دور المجلس النيابي الرجوع لمؤسسات المجتمع المدني إذا كانت الحكومة ما تريد الاستماع له. يعني الحماية الدستورية للمواطن للأسف الشديد أيضا تم المساس بها، يعني المواد الدستورية كلكم على بينة ومعرفة بها بوجود وضرورة وجود هذه الحماية، مثل ما الآن الحقوق المواطن تم المساس بها في نصوص الدستورية عندما يرفق بها وفقا لما ينص عليه القانون، أيضا أتى موضوع الحماية أو التأمين الصحي في القرارات القادمة المستقبلية للنظام، وقد يكون تضعف التأمين اللي ينعكس بشكل سلبي على الحياة الصحية للمواطن إذا أتت الشعارات إن والله حياة النظام الصحي ذات الجودة العالية. أنا ما أدري شلون بيكون ذات جودة عالية إذا تحول بشكل تجاري. عشنا في وضع ملموس وكلكم بينتوا فينا القطاع التعليمي عندما تدهور وأخذ منحة القطاع التجاري والخصخصة، والآن أصحاب العمل يقولون والله مخرجات التعليم لا تواكب احتياجات سوق العمل، لأن للإسكان هذه كلها حقوق مواطن، الإسكان الآن ينتظر 20 سنة وإشكالية كبيرة في المدينة الشمالية، لأن إلى الحماية العمالية في مواقع العمل غابت الحماية لوجود قانون عمل ينص على طرد العامل المواطن بالفصل التعسفي في كل مواقع العمل، لأن إلى موضوع الآن الصحة بنفس الإشكالية الكبيرة، أيضا نظام التعطل وضعت الحكومة بامتياز دون وجود أي طرف يعني من طرفي الأطراف الإنتاج الثلاثة العمال وأصحاب العمل. الآن مشاكل التأمين ضد التعطل أيضا يعني للأسف الشديد تمس المواطن لمن الخارج لسوق العمل داخل لسوق العمل أو المواطن المفصول عندما يعني يتخذ أشهر
طويلة من أجل الحصول على التأمين ضد التعطل. كل هذه الإشكاليات كيف نعالجها الآن؟ يعني يجب على الرسالة تكون واضحة. لذلك نشكر الأستاذين ونشكر التيار الديمقراطي على إيصال هذه الرسالة. نأمل من الحكومة على أن لا تتسرع في إيجاد هذا النظام لكي لا تتساقط مزيد من العوائل ذوات الدخل المحدود إلى حد الفقر في مسألة مصيرية تتعلق بحياة الناس في داخل هذا البلد. شكرا. ناخذ هاي أو يجاوبون وبعدين ناخذ مرة واحدة. تفضل. على حد بيتكلم عند أسئلة؟ شكرا رئيس، وشكرا أيضا إلى مقدمي الأوراق. يعني أعتقد الجوانب اللي أشار إليهم أخوي محمد عبد الرحمن هو الجانب العمالي أو الجانب الموظفين أو العاملين في هذا القطاع. يعني من خلال التجربة جميع، يعني معظم إذا لم نذكر الجميع، المشاريع اللي تم خصخصتها أو إسنادها إلى القطاع الخاص، يذهب القطاع الخاص دائما إلى الأيدي العاملة الرخيصة بالذات العمل الأجنبية، وذلك على حساب العمل المحلي أو المواطنين. وهذا شفناه صورة واضحة مثلا في هيئة الكهرباء والماء لما خصصت مثلا استلام الأبيال، تروح تشوف الكشك طال الأبيال بحرينيين ما ميش، في حين كان سابقا كلهم بحرينيين. في الوقت الحالي صدر قرار كان ما سمعنا بأن خصصت أو إسناد الخدمات الصيدلية إلى القطاع الخاص. نسبة أي واحد ليس يعني ليس خافي على أحد من نسبة العمالة في القطاع الخاص الأكثرية إلى العمالة الوافدة وليس العمالة الوطنية. إضافة الرواتب اللي تقدم في العمل في القطاع الخاص، أشار أخوي محمد إلى الحماية أو توفير ظروف عمل جيدة من خلال قانون العمل، وزيلت شرعت فصل وشرعت كل الأمور. إذن يعني أعتقد ناتج آخر لهذا القانون إذا أخذنا وهو ما مدى انعكاسه على العمالة الوطنية في هذا القطاع، متى توفر الحماية إليهم في ظروف عمل وفي حق عمل في هذا القطاع. فهذه نسبة، هل هناك نسبة معينة إلى البحرينيين أم لا، أم أنه ستترك إلى صاحب العمل هو يقرر ما هو في مصلحته، وفي الحالة طبعا سيكون ضحية هم عمال هذا القطاع. بس أنا بغيت أوضح عن اللامركزية، مركز عال الصحي بدل اللامركزية من فترة عودة. أنا كنت أحد الإداريين فيها، وكنا نختار الطبيب والممرض والكاتب، مو أي واحد ترسله وزارة الصحة احنا نقبله، وكنا نختار الكفاءات، عدا أنه الكفاءة ذي في المستقبل حسب ما يطرحون بأنه أي مركز يستطيع أن يجذب مرضى زود بما معناه أنه يعالج زين ويسوي عمليات زينة تزيد ميزانيته وتزيد مكافآت الموظفين. بنترك الإجابة لبقية الأسئلة للأخوان. رفيق عبد الله، يعني هو معظم الأسئلة حق أخي يحيى زين، لكن اللي بوضح عن إن الآن أولا هذا القانون الآن اعتمد بطلب من الحكومة، نزلوا القانون بصفة استعجال، بمعنى بأن الآن فرصتكم اللي لها علاقة وصداقة مع مجلس الشورى إن توصلون هالملاحظات قبل ما يقرر مجلس الشورى أيضا، لأن صفة استعجال معناه يعطون الأولوية. ويمكن معظم المقترحات حول مثلا إعفاء المتقاعدين أو ذوي الاحتياجات عن الرسوم، هذه فرصة الملاحظات توصل للغرفة الثانية. الملاحظات اللي لها علاقة بالعمال وبالخصخصة، يعني هذه أحد أهم الأسباب اللي يجب على السلطة التشريعية سواء غرفة النواب أو هذه، بأن يستعينون بمرئيات الحركة النقابية، التحاد العام لعمال البحرين أو حتى منظمة العمل الدولية،
لذلك فرصة أيضا أنا أقول أن إذا بصفة استعجال الحركة النقابية تقدم رسالة للسلطة. أنا أتفق مع أخ حسن إسماعيل حول أن معظم الأشياء اللي لها علاقة بالجانب المالي، ضريبة غير مباشرة، رسوم، معظم القوانين تحول بدل ما تعطى السلطة هذه للسلطة التشريعية تحول للسلطة التنفيذية، وهذه مو أول قانون. يعني حتى قانون تعطل أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بالنسبة للواحد بالمية اللي يأخذونه من المواطنين، إن هل ممكن مجلس الوزراء يرفع النسبة أو ينزل النسبة، وهذه يعني هذه جانب له علاقة بالضريبة الغير المباشرة. أنتوا لاحظتوا التضخم اللي صاير في وزارة الصحة، مجلس أعلى للصحة، الآن في صندوق الضمان وإلى آخره، وزائدا التوظيف اللي بيصير. السؤال، أنتم اعتمدتوا يا الحكومة على دراسة اكتوارية من صندوق نقد دولي بأن احنا بنوفر 200 مليون دينار إذا طبقنا النظام الضريبي، هل درستوا تكلفة هذا التضخم الهيكلي اللي قاعد يصير؟ يعني يمكن يصير تكلفة بناء هذه المؤسسات التضخمية تكلفتها أكثر من 200 هذه اللي بتوفر. شكرا. شكرا. بمر شوي على التعليق أو المداخلات. اتفق مع الأستاذ علي إن البرلمان لازم ما يدخل في التفاصيل، بس اللي احنا نتكلم عنه أشياء جوهرية وأساسية في القانون، وهذا اللي نعيب عليهم، مو إنه ما دخل في التفاصيل. وأنا أعتقد للأسف يعني ما أعتقد في يعني من المؤهلين في البرلمان إنه يعني يناقش هذا القانون أو يتكلم في تفاصيله. التضخم في سعر العلاج أنا أعتقد يعني أو أتوقع خلينا نقول إنه بيصير العكس، يعني لا بتنزل تكلفة العلاج لما يصير شراء ضخم خلينا نسميه جماعي. المجلس الأعلى للصحة بيشتري لكل المواطنين مثلا، فبيتفق بأسعار أقل من أسعار المواطن العادي اللي يدخل مستشفى وعيادة يتلقى خدمات مباشرة، فبالعكس راح يصير تقل التكلفة. أستاذ حسن إسماعيل، هو الفكرة من القانون أساسا تخفيض الالتزامات، يعني أنت تسأل شلون بتتغطى التكلفة، هاي فعلا يعني بس يعني ما تقدر الحكومة تجي تقول خلاص بس ما بقدم صحة لأن ما عندي ميزانية، يعني هي واجب عليها تقديمها. هم يعني يرون أن هذا المشروع راح يخفض الالتزامات اللي موجودة، وبالنسبة لهم هذا شيء إيجابي. أستاذ أحمد منصور، سألت عن العلاج في الخارج، أنا يعني أخذت يعني دورت بسرعة في القانون، القانون ما يتكلم أبدا عن العلاج في الخارج لا بالسلب ولا بالإيجاب، يعني وهذه فعلا نقطة مهمة، يعني إنه وش اللي بينظم هاي المسألة، ما أدري إذا في قانون ثاني، في قانون ثاني ينظمها. طبعا هذه بعد تبقى في نفس الدائره، دائره ال اي بس ما اقرر، احنا نتكلم عن هالقانون الجديد، يعني تبقى في نفس الدائره، دائره الاستثناء ودائره الضبابيه ودائره من يحدد لمن الحق الى اخره. ابو منصور، يعني اسئله يعني محقه الصراحه، يعني من يحدد ما هو مغطى وما هو غير مغطى؟ هاي في قواعد تأمينية عامة يعني يشترك فيها الكل، تحدد الأشياء المغطاة والأشياء غير المغطاة. طبعا ما أقدر أقول لك وش الأشياء المغطاة لأنه واجد، بس أقدر أقول لك القاعدة الأساسية، مثلا الأشياء التجميلية غير الأساسية هذه عادة ما يغطيها،
التأمين. لو واحد جاء بيسوي عملية تجميل خشمة مثلا يعني هاي مو شيء أساسي نسميه medical necessity يعني الحاجة الطبية إلى هذا العلاج يعني هذه الأشياء عادة تكون مغطية. الأشياء غيرها روتينية مثلا الأسنان نسميه روتين دنتال الأشياء الفحوصات أو العلاجات الروتينية للأسنان هذه مغطية عادة تكون. الحمل والولادة والرعاية الأطفال مغطية. الأمراض المزمنة أيضا مغطية وهني محددة يعني بشكل واضح أنها مغطية. من جانب التغطية المقدمة مع أنه خالي من الحد الأقصى أنا أعتقد كأنواع وكذكر إلى تغطيات هي تغطيات جيدة يعني بالنسبة لي. أنت أيضا ذكرت عن غير المواطنين هو في يعني اصلا في توجه اساسي صاير. انت عندك ما بين من 2015 الى اليوم فتحت 5-6-7 مستشفيات متخصصه هم فاتحين يستهدفون العماله او غير المواطنين. انزين يكون الاطباء فيهم من شرق اسيا تكلفه العلاج يعني اقل منخفضه حتى هم نفسهم بينظرون. طبعا هذه نماذج جايه يعني مطبقه في الهند في 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 نموذج في الهند يسمونه الكابيتيشن يقول لك ادفع لي اشتراك شهري او سنوي وبقدم لك اي علاج تحتاجه. قاعدين يحاولون يطبقون نفس هذه الطريقه كون يعني اغلب العماله جايه من نفس هذه الدول وهم يعني متعودين على هذا النظام. بس هناك يعني أشياء لا أخلاقية طبعاً تصير هناك لأن هاي إدارة المستشفى في كل مستشفى في تضارب ما بين الطبيب وما بين إدارة المستشفى وهذا شيء يعني ما أدري وش الحل منه. يعني إدارة المستشفى تسعى إلى الربح طبيب عنده قسمه وعنده أخلاقه وعنده ممارساته بس كل واحد يضغط على الثاني ولازم بيمشون في في مسار معين. في النهاية في وجد عمليات استغلال في سوء في الهادة في ما يهمهم يعني هذا الإنسان هو في النهاية رقم بالنسبة لهم. تصنيف المستشفيات اللي موجود اليوم تجاريا في التأمين الصحي التجاري هو بناء على التكلفة. يعني شركة التأمين ما عندها مشكلة أن أنت تروح مستشفى ألف أو باء أو جيم أو دال إذا ثلاثتهم الاستشارة بثلاثة دينار ما يفرق بالنسبة له تكلفة واحدة. فهو يصنفهم على مستوى التكلفة مو مستوى الجودة وما ما ما تهمه يعني الجودة. هو الخيار لك أنت كمستخدم نهائي أنت تختار وين اللي يعني اللي تفضله. وطبعا كل مستشفى يعمل على يعني سمعته الخاصة. يعني وين دور صندوق وين دور شركات التأمين مو واضح صراحة بس أغلب الظن أنه في التأمين الاختياري بيكون وفي اللي سميناه التأمين الصحي الإضافي. نأكد طبعاً على غياب الشفافية الكاملة في القانون. أنا يعني عندي نقطة مغايرة عن دور مؤسسات المجتمع المدني. أنا صراحة أعيب على مؤسسات المجتمع المدني أنه ما تجاوبت مع القانون بالشكل المطلوب. ما في ولا مؤسسة نقابية أعطت رأي أو موقف من القانون من انطرح. للأسف يعني احنا يعني سوينا ندوات كتبنا مقالات وحذرنا من واجد أشياء بس ما في أحد ما في أحد أخذ موقف وقال احنا ضد هذه الشغلة أو مع هذه الشغلة أو هذا. وهذا يعني مستغرب يعني مو بس الهيئات النقابية مو بس الهيئات النقابية مؤسسات المجتمع المدني. يعني ما في مؤسسة مجتمع مدني طلعت وطلعت بيان وقالت هذا سيء احنا ضده او هذا ما في احد تكلم. يعني
اوكي تتجاهلك الحكومه، على الاقل سجل موقفك يعني للتاريخ، يعني اطلع وقول وقدم. صراحة ما اقدر افسر يعني وش المشكله اللي صايره فيهم، وهذه مو بس في ذا القانون، يعني في واجد اشياء تمس المواطن وتمس مصالح الناس اللي هاي المؤسسات المفروض تشتغل لها وتدافع عنها. ما في يعني موقف، ما ادري ليش. هذا يعني يمكن موضوع ندوه ثانيه بعد نتناقش فيه، وين دور المؤسسات المجتمع المدني بالدفاع عن المواطنين. انت بعد قلت ان النظام ذو جوده عاليه وهو تجاري، بالعكس يعني يمكن موجود يعني بتكلفه عاليه نظام او رعايه، هي رعاية أكثر من الجودة، يعني رعاية عالية في القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي، واهتمام بالمريض إلى آخره، وممكن تكون أيضا في نفس الوقت جودة عالية وممكن ما تكون. يعني هاي تعليقاتي. يعني في أسئلة بعد؟ أوكي تفضل. وبعدين في البداية أود أشكر الرفيقين لهالمحاضرة القيمة، كما أشكر المنبر التقدمي لاستضافة هاي العمل مشترك مع التجمع القومي. أنا عندي بس شغلة واحدة، أنه في التأمين الاختياري الغرب لما تروح للتأمين لشركات التأمين للتأمين الصحي يجب أن يكون محامي يطلع على الاتفاقية وشلون تمر. احنا هني هاي جونك هاي المندوبين مع التأمين وتروح تأمن وتمشي، من نصيدك حادث من نصيدك شيء يقول لك لا هذا انت اللي غلطان ومالك، بعضهم زين ما يغرمك بعد، بس بغيت أعرف انه يجب أن يكون حماية للمواطن من شركات التأمين وجشعها. شكرا. في أحد يبغى يسأل بعد؟ أوكي. نشكركم جميعا، نشكر رفيقين الأستاذ عبد. شكرا جزيلا.